مرحبا حبايبي، كيفكن؟ ان شاء الله مبسوطين. اليوم وصفتنا هي بيتزا القرنبيط. يا ريت ما تنسوا لي اللايك حبايبي. قبل ما نبلش بالمقادير، يلا على المقادير. اللي مقاديره قرنبيط 3 بيض، 2 معلقة كبيرة دقيق، 4 إلى 5 معلقة من البقدونس، معلقة من البيكنج باودر، ملح، فلفل أبيض، كزبرة، بابريكا، كمون، توم بودر، وللوجه كيتشاب، جبن عربي قشقوان أو قشقوان، جبن عربي وقشقوان، ومرتديلا، وفليفلة ملونة، وزيتون أسود. أول شي حبايبي أخذنا القرنبيطة، وطبعا بعد ما غسلناها قطعناها، وبعدين بشرناها حبايبي أو بالمبشرة هيك، أو هلا بدكم تشوفوا الطريقة الثانية مشان نبشرها بشكل أسرع. حطيتها بمحضرة الطعام وبشرتهم على السريع. كلهم نحطهم محضرة الطعام ونبشرون على السريع. محضرتي صغيرة، شوي شوي عم ببشرون أنا. هلا خلصنا بشرون حبايبي، بلشنا بالتوابل. حطيت الكزبرة والثوم البودر والفليفلة، البابريكا، الفليفلة والفلفل الأبيض والكمون والملح والبقدونس، وكسرت البيضات 3 بيضات، وحطيت معلقة البيكنج باودر والطحين وخلطتهم. نحاول نخلطهم بشكل جيد هيك. بنخلطهم حبايبي، وبعدين بنحضر البايركس، نحط عليه زبدة وبقسماط، وننزل عليه الخليط مساوي. انا هون شوي زيادة ضل عندي، عملتهم بالطاوة يا حبايبي، وهي حطيتها بالفرن لمدة ساعة على 200 هيك. بعد ما سويته حبايبي حطيته بالفرن، وهي عملتها بالطاوة هيك كمان سويتها حبايبي، بس غطيتها وخليتها لبين ما يصير للطرف هاي، وقلبتها بعدين زينتها حبايبي. وهي بعد ما طلعت من الفرن حبايبي حطيت لها الكيتشاب، هيك بالفرشاية حبايبي مسدتها كلها. بعدين نزلت عليها جبنة، من شكلين من الجبنة، بعدين حطيت عليها المرتديلا، ورجعت حطيت جبنة حبايبي، وحطيت الفليفلة الملونة، وبالأخير حطيت الزيتون. رجعت دخلت الفرن تقريبا 10 دقائق. هي عينكن عليها حبايبي، وهي تبعت التيفال. خلصت. وشو رأيكم بوصفتنا اليوم؟ ان شاء الله عجبتكم. طعمها تحفة طلعت. يا ريت ما تنسون اللايك حبايبي. يلا بحبكم كتير، الى اللقاء.